النهارده هعمل بقى حلويات عدد قليل جدا اللي يعرف اسمها، لو اللي حد يعرف اسمها يقول لي على اسمها في التعليقات ان شاء الله. هنعملها بكل طريقه سهله. ايام زمان بقى الاطفال ايام المدارس فزوره، يا ترى حليتوها ولا لا؟ هقول لكم على اسمها في نهايه الفيديو. بس قبل ما يبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفه المميزه. طب انا هحط لايك عشان اللايكات بعافيه شويه، واللي ما اشتركش هسعد جدا بتشتركوا وتشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. يلا بينا، معانا كوبايه من النشا وكوبايه من الميه، بس انا هضاعف الكميه، هعمل لترين اتنين، فعلشان كده ايه حطوا كمان كوبايه، يعني المجموع كله كوبايتين نشا وكوبايتين ميه، وابدا ادهوهم على البارد في الاول كده، علشان انا هعمل مقدارين، هعمل لترين اتنين. لو انت هتعملي لتر واحد يبقى تحطي كوبايه نشا واحده وكوبايه ميه. ونروح للحلة بتاعتنا اللي على النار، معانا لتر من اللبن ولتر من المية. هي في الأساس بتتعمل يا جماعة بمية، بس أنا حبيت بقى أدلعها كده، حطيت لتر مية ولتر لبن. حابة تحطش كله مية مفيش مشكلة، حابة تحطش برضو كل لبن مفيش مشكلة، ذرة ملح صغير بتاعت كل الحلويات عشان تعادل الطعم. هنظبط السكر بتاعنا زي ما انت حابة تظبطيه. طيب دي بتتعمل يا جماعة بشربات فراولة مش عصير مانجا، الأصل بتاعها شربات فراولة، أكيد كلكم عرفتوها، بس مش كلكم ولا حاجة، يمكن 5% من اللي اتفرجوا على الفيديو اللي يعرفوا اسم الحاجة دي. هقول لك برضه فزورة، هقول لك على اسمها إن شاء الله في آخر الفيديو. بعد ما اللبن والمية غلوا أبدأ أنزل بالنشا زي ما أنت شايفة كده، بس تقليب مستمر نار متوسطة، أوعي إيدك تبطل، لو بإيدك بطلت هيعمل تكتلات منك. تقليب مستمر على طول لحد ما تغلي زي ما أنت شايفة كده. أنا عندي كان عندي كيلو لبن في التلاجة، بيبقى عامل إيه زي ما يكون مفتل شوية كده لما يحط كتير، فايه عمل تفتيله بسيطه كده، بس مش كلكع ولا اي حاجه. معانا صينيه كبيره هننزل بالخليط كله فيها، هيكون ايه صينيه كبيره، علشان ايه احنا عايزين سمك مش عالي، من غير دهن زيت ومن غير اي حاجه خالص، هننزل بالخليط زي ما انت شايف. انا قلت لكم في الاول ان هي كانت بتتعمل بشربات ورد او شربات فراوله، المهم بيبقى ايه احمر وابيض، لكن انا ما دي بقى خليتها ابيض واصفر. هقول لك برضه انا ما نسيتش، هقول لك في نهايه الفيديو واللي عرف اسمها يكتب لي في التعليقات هي اسمها ايه، بس انا قلت لك هي بتتعمل بشربات احمر زي ما انت شايفه كده. الخليط ده يبرد حوالي ساعه كده، وعندك بقى اي عصير فراوله، شربات مانجا، شربات ورد، اي حاجه هتنزلي بيه زي ما انت شايفه كده على الوش. في اسهل من كده؟ حد عارفها ولا محدش عارفها؟ يا ريت تكوني حطيتي لايك، ولو ما اشتركتيش يسعدني جدا اشتراكك. اهي زي ما انت شايف كده بنزل بيها كده واعدلها على الوش كله، واسيبها حوالي ساعه في الثلاجه تبرد تماما قبل ما اقطعها. اهو اسيبها ساعه في الثلاجه، وبعد كده هبدا اقطعها مكعبات صغيره. اهو زي ما انت شايفه كده، حابه بقى تسيبيها في الصينيه وبعدين تجيبي اول باول كده براحتك، لكن انا كله هحطه في كوبايه في اطباق، يعني اقطعه مكعبات كده واشيله في اطباق، وبعد كده هبدا احط عصير على الوش تاني. اهو زي ما انت شايفه كده، عرفتيها ولا لسه؟ لو ما عرفتهاش قولي لي اسمها في التعليقات. زي ما انت شايفه كده بقطعها وابدا اشيل احط في كوبايه في اطباق. اهو شايفين؟ يا ترى ايه الحلويات العجيبة الغريبة دي؟ يا ترى هي ايه؟ اهو زي ما انت شايفين كده، طبعا اللي بحط مربعات طبعا بوريها لكم كده، لكن ايه هفرفطها عن بعضها في الطبق. اهو وابدأ احط عصير على الوش، اي عصير عندك بحسب العصير اللي انت حطاه على الوش بتاع الحاجة دي اعملي. بس طبعا ايه هقول اسمها بس اسمها ايه بقى؟ اسمها البلوزه. عارفين البلوزه؟ هي دي بقى البلوزه. اول ما اشوف البلوزه اسمع البلوزه دي. بصراحه انا شفت واحده عامله الفيديو ده فحبيت ان انا اعمله، لكن انا بصراحه انا اول مره اشوف البلوزه دي. هي قالت كانت بتنباع في المدارس والكلام ده، لكن انا بصراحه ما اعرفهاش، واول مره اعملها، واول مره برضو اسمع عنها. فلو حد عارفها قول لي رايه في، يقول لي عليها في التعليقات، لكن انا ما اعرفهاش خالص بصراحه. بس هي بتتعمل، بيقال ان هي بتتعمل بشربات ورد او شربات فراوله احمر. انا عندي عصير مانجا بقى، عملت اي حاجه تمشي، يعني احنا ايه ست بيوت اي حاجه بنمشيها عادي، كله يمشي معانا. اصفر على احمر، قصدي ابيض على احمر، اصفر على ابيض، مفيش مشكله خالص. شايفين ببدا احط عليها عصير مانجا من على الوش زي ما انت شايفه كده،
طيب ناكلها مع بعض ونشوف ايه الموضوع بتاعها. زي ما انت شايفه كده بتبقى جامده كده يا جماعه، جامده يعني ايه جامده يا مهلبيه عربانه، المهلبيه جامده بصراحه. اول مره اعملها واول مره يعني ادوقها ولا اعرفها، ما اعرفهاش خالص. اهو شايفين شكلها بصراحه تحفه. شايفين؟ يا ريت تحطي لايك من ايديك الحلوه، ولو ما اشتركتيش اشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى ان تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. واسيبكم في رعايه الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.